تجمعت عائلات أكثر من 10 أمريكيين معتقلين في الخارج أمام البيت الأبيض يوم الأربعاء، وطالبت الرئيس جو بايدن ببذل المزيد لتأمين الإفراج عن أحبائهم، داعين الحكومة إلى وضع الحس الوطني فوق المصالح السياسية. Why can't we do that with all these other countries that want to trade also? كان جوي ريد أحد الحاضرين الذين حمل الكثير منهم صورا لأحبائهم وألقوا خطابات عاطفية، وكان نجله تريفر وهو جندي سابق في مشاة البحرية قد عاد إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد إطلاق سراحه في صفقة تبادل أسرى مع روسيا على الرغم من التوترات المتصاعدة بسبب الحرب في أوكرانيا، مقابل تخفيف بايدن عقوبة الطيار الروسي كونستانتين يوروشينكو. وكان تريفر ريد محتجزاً في روسيا منذ عام 2019 بعد إدانته بتعريض ضابطي شرطة للخطر، وقد التقت عائلة ريد بايدن خوفاً من تدهور صحة ابنها في الاحتجاز الروسي. Take politics out of the equation because that's what drives this whole thing. We believe that if the Republicans had not been on board for bringing Americans home, that the administration might have been slower to act. Now, everyone tells you in both administrations that politics don't come into these type of situations, but we know they do. لكن لا تزال موسكو تحتجز اثنين على الأقل من الأمريكيين المعروفين، فقد ألقي القبض على نجمة كرة السلة مرتين في الألعاب الأولمبية بريتني غراينر في وقت سابق من هذا العام بتهم مخدرات مزعومة، بينما تم احتجاز ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية هو بول ويلن بتهم تجسس منذ عام 2018. وقالت إليزابيث شقيقة ويلن يوم الأربعاء إن صبر الأسرة بدأ ينفذ. Reassure me that they're not going to leave Paul behind, that they don't consider that getting Trevor out was enough. But of course, how is that going to be done? I'm not sure. من جانبهم قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يعملون لتأمين إطلاق سراح كل من غراينر وويلن.